السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم كباكم من كباكو تي في. صبا مبارك طبعا البطل المز الجميل صبا مبارك. طبعا هو المجال مش وقته ان احنا نعاكس صبا مبارك، ولكن شيء بالشيء يذكر. المهم صبا مبارك عن رجاء الجداوي مش مصدقه وانا مش كده مش مصدقه وحزينه. طبعا فكره يعني عمرو أديب برضو طلع على تويتر قبليها وكتب ما كنتش متوقع ان اليوم ده يجي. انا عارف صدمة الـ الناس اللي بيمثلهم حد عزيز عليهم مش مصدق ومش كل ده، بس اللي هو يعني معلش اللي انا هقوله، كلنا هنموت ورجاء الجداوي كانت هتموت يعني، سواء من كورونا سواء مش كورونا هتموت. عمرو أديب هيموت، صبا مبارك هيموت، انا هموت، كله هيموت. ف بس يلا عملنا فيديو اهو عكسنا فيه صبا مبارك وقلنا فيه نصيحه ان احنا كلنا هنموت. ميكس دونت ميكس بليز دونت تاتش مي. ادينا لايك شير سبسكرايب، قول لنا رايك في الكومنتات، ادعي رجاء الجداوي ربنا يرحمه. وقبل ما تدعي في الكومنت ده من قلبك شغل الجرس عشان كل خبر جديد تعرفه اول باول. سلام.